خلاص، رئيس كرة القدم فئة النساء، كرة القدم فئة الرجال. منى انت في الفريق انت حتكون شنو؟ انا فريق قاعد الشروق بسوي هجوم، لكرة القدم النسائية، لأن عاوزين نسجل فريق هجوم ولا صح؟ ما وروك؟ ما كلمهم صح؟ ما كلموني، لكن حتكون انا جاهز المهاجم؟ للهجوم. انت خليك في الديفنسي بعدك، في لا الدفاع. ده الفريق النسائي، أنا كنت قايل الفريق الرجالي. في فريقك. في فريقي؟ كويس تمام. منى حتكون في الهجوم معنا، نحن حنجيب ولا جون الحمد لله، يعني حنفوز البطوله ونجيب ولا جون، الله يكون في العون. هتواصل معكم بكل تاكيد مشاهدينا الاعزاء في صباح الشروق، تابعوا معنا دائما. قبيله الدايو واحده من القبائل التي وسعت انتشارا في جنوب دارفور وفي ولايات اخرى بالسودان، قبيله شكل وجودها حجر الاساس لتاريخ العصور التي مرت في هذه الولاية، خاصة الأدوار القبلية التي عضدت حكم السلاطين في دارفور. هذه فرقة الدايو التي ظلت تحمل لواء الإرث الثقافي للقبيلة في جميع المحافل، فهي رمزية ثقافية متفردة ترشح بما جادت به ملكات الإبداع لهذه القبيلة، فهي تمثل حلقة الوصل التي تربط ماضي مبدع الدايو بالحاضر. بساطة اللغة وعمق المعنى أكثر ما يميز التعبير الغنائي لهذه الفرقة التي صار لها الحضور الأكبر في جميع المناسبات العامة والخاصة في مدينة نيالا، وتربط قيادات القبيلة تاريخ الإبداع بتاريخ القبيلة. العم جمعة أتيم مبدع جمع كل عناصر الإبداع، فهو قائد هذه الفرقة التي حافظت على إبداعهم عبر العصور. فجمعة الذي ورث هذا الإرث ممن سبقوه تزود بعزيمة ترفض الانكسار، وهو متشبع بالانتماء لمكانة قبيلته وسط المجتمع. وللمرأة كما هو معلوم دائما في الإبداع الشعبي دور كبير ومتصل مع رجل القبيلة، وهنا عند الدايو تجدها تلهب الحماس وتشارك في الإبداع بالغناء والرقص أحيانا، ويذهب عطاؤها أبعد عمقا في اختيار العبارات الغنائية التي تمجد دور قبيلتها ومواقفها التاريخية وما اتصل بالكرم والشجاعة. رئيس فرقة الدايو وضابط إيقاعها ألهمه الإبداع بالتعلق بآلته الموسيقية الصغيرة التي ارتبطت كما يقول لنا بتاريخ سلاطين قبيلة الدايو عبر عدة قرون مضت من تاريخ السودان. قبيلة الدايو شواهد عصرية ارتبطت بالزمان والمكان، تقول قياداتها إن مدينة نيالا كانت واحدة من القرى التي أسستها القبيلة، واسم نيالا جاء من لهجة الدايو بحسب روايتهم. إذا كان الإبداع حاضرا عبر هذه الفرقة بين أجيال قبيلة الدايو، فالمواقف البطولية للأجداد والمشاهد التاريخية لحكم سلاطينهم لم تبتعد عن المشهد الحاضر، بل ظلت عندهم واحدة من قصص التفاخر. ويبقى لهذه الفرقة الدور الكبير في إبراز المكون الثقافي لقبيلة الدايو بجنوب دارفور،
فرقة غنائية تحمل شعارا لقبيلة تتصف دائما بطيب العلاقة مع المجتمعات المتعايشة